بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموله. السادة الوزراء المحترمين، السيدات الوزيرات المحترمات، قبل أن ندخل في جدول أعمالنا مباشرة، سيكون لنا بعد انتهاء جدول الأعمال إن شاء الله الرحمن الرحيم كلمتان. الأولى للسيد وزير العدل والحريات، والذي سوف من خلالها يتعرض لإشكاليات متعلقة بحقوق الإنسان، ومن خلالها إن شاء الله الرحمن الرحيم سوف يتبين وسيظهر ذلك في بلاغ الحكومة أن المغرب قد قطع أشواطا لا رجعة فيها، وأن كل ما يتعلق ب يعني التعذيب وغيره يعني أصبح الحمد لله وراءنا. كما أنه ستكون كلمة للسيد وزير الصحة حول الإشاعات المرتبطة بمرض الكورونا، الذي نسأل الله أن يعافينا منه ويعافي كافة المسلمين وكافة الناس جميعا. البارحة كان لنا اللقاء يعني حضره بعض الوزراء للتأكد من أن الحاجيات والبضائع التي يحتاجها المغاربة سوف تكون متوفرة في الأسواق خلال شهر رمضان إن شاء الله الرحمن الرحيم، وبأتمنة معقولة، خلافا لما يدعيه خصومنا الذين يحاولون إشاعة أن هذه الحكومة لا شغل لها إلا زيادات عدد كبير من المواد التي يحتاجها المواطن باستمرار بصفة عامة، وخصوصا في شهر رمضان، كالطماطم والبصل والولف والعدس والحمص. الفول ما قالوا ليش يعني أتمانها يعني تنحو منحى النقصان وليس الزيادة، واللحوم البيضاء وغيرها. وعلى كل حال الأشياء الأخرى يعني تمنها إما يميل إلى الاستقرار أو ينحو منحى النقصان، كما أن الأخ السيد وزير المالية المحترم والذي يبذل مجهودا يعني خاصا في وزارته، والذي نسنده وندعمه في كافة جهوده بشكل بدون تحفظ، يعني كانت له خرجة ليست إعلامية هذه المرة، خرجة حقيقية إلى خارج المغرب، لكي يقوم بعمل قانوني وفي إطار يعني القانون المالي الذي صوت عليه البرلمان لجلب بعض القروض الضرورية لسير الميزانية. فهو يتوقع بأن النتائج سوف تكون جيدة جدا، قد وجد أن سمعة المغرب كما كان متوقعا بدون شك هي حتى أكثر مما كان يعني يأمل، والحمد لله الممولون يعني عددهم يعني بدون شك سوف يكون كبيرا في العروض التي سوف يعني يقدمونها. إذا لا أخفيكم أن المواطنين اليوم بعضهم على الأقل حين يلتقونني يقولون لي كلمة كأنهم توافقوا عليها، يقولون لي استمر إنك على الطريق الصحيح، كنت أن أقول في الصراط المستقيم. فإذن هذه الحكومة يجب أن تستمر إن شاء الله الرحمن الرحيم. نسيت أن أذكر بأن أخنا السيد وزير التعليم يعني يتصارع مع البكالوريا، ويبدو أنه ناجح في معاركه ضد المشوشين. أنا لست أفهم كيف يعني بعض الناس يعتبرون إنجازا أن يربكوا يعني مسار البكالوريا. يجب أن يتعاون كل مواطن وآخر مواطن، والحمد لله لم ينجحوا يكسب المختار كل شيء. نعم كذلك سوف تقول كلمة حتى تكون توضيحية للمجتمع، لكن الأصداء التي عندنا أن امتحانات البكالوريا تمر بطريقة جيدة عادية، مع الأسف الشديد يعني لا تخلو من بعض التشويشات التي يبدو أنها أصبحت لازمة لهذه يعني الحكومة، التي لها خصوم يبدو لا يعجبهم العجب ولا الصبوم في رجب ولو كنا في شهر شعبان. إذن ونفتتح مجلسنا
بدراسة مشروع مرسوم يغير بموجبه لسرد التحملات والشروط المرفق بالمرسوم الصادر بالإذن للدولة بالملك الخاص في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن عمارات الدولة التابعة لقطاع السكنة لشاغلها ويقدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية فليتفضل.